سبل تعزيز التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال النقل وبالخطوط البحري والبري مثل محور المباحثات التي أجراها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح مع عمدة الحي المالي بلندن فيونا وولف، بالإضافة إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين. أهم ما في هذه الزيارة بطبيعة الحال هو أنها ليست زيارة فقط سياسية، ولكنها زيارة عندها نكهة اقتصادية وطابع اقتصادي. يعني عمدة لندن يعني قامت بهذه الزيارة مع وفد كبير من رجال ونساء الأعمال، كما لاحظتم كانوا مهتمين بكل البنية التحتية المرتبطة بالنقل، يعني مهتمين بالسكك الحديدية، بالمطارات، بالطرق، ولكن أيضا بالموانئ، مهتمين بها بجانبين: أولا المساهمة في هذه البنية التحتية وتمويلها، وأيضا ربط هذه الموانئ مع الموانئ البريطانية. جمعت المباحثات المهمة مع وزير التجهيز والنقل حول السبل الكفيلة بتقوية علاقات الشراكة في كل المجالات يمكن أن يشملها التعاون، وخاصة مجال النقل. النقاش شمل بالأخص تعزيز التعاون في مجال الموانئ والمطارات. نحن ملتزمون بتقوية الحوار والتعاون بين المغرب والمملكة المتحدة. وشملت المباحثات كذلك محاور لاكتشاف فرص الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة لفائدة التنمية وتشغيل الشباب والتعاون بالمنطقة بشراكة مع المقاولين المغاربة.